شاركت نور ستارز قبل أسبوع أكبر مفاجأة عملت عليها بشكل سري لمدة أشهر عديدة، واللي كانت تعاونها الضخم مع لعبة ببجي موبايل، واللي تمثل في ضم حزمة صوت خاصة بها داخل اللعبة وفيديو كليب حصري لأغنية سكوادي جنبي مع ببجي، واللي أخذ صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حقق ما يقارب 4 مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد فقط من إطلاقه على يوتيوب. فمن خلال ستوري انستغرام أخذتنا نور بجولة خفيفة من خلف كواليس هذا العمل. إذا عم بتشوفوا هذا الفيديو هلأ، معناته الميوزك فيديو تبع ببجي موبايل نزل، وهو ميوزك فيديو خطير. جايز عم نصور بهالمكان، هالمكان كأنه نحن بالمستقبل. التيم اللي عنا أفضل تيم بال الاندستري كله أو المجال كله، فكتير متحمسة. صليت تقريبا 10 ساعات عم صور، وبعد بدي شي 6-7 ساعات ليخلص اليوم، وبكرة عنا تصوير واللي بعده عنا كتير أشياء عم نصورها. وحكت عن تفاصيل جديدة وعرضت إطلالاتها المختلفة اللي اعتمدت عليها بالفيديو كليب، وصرحت أنه الإطلالة السوداء كانت الأفضل بالنسبة لإلها. رفي، شو عم تعمل لك؟ جدولة؟ حبيبي. هذا غير عرضها لخلف كواليس المقاطع اللي تصورت من نصف الصحراء، وأكدت أنه هذا الجزء كان المفضل بالنسبة لها. Wait, roll camera. Rolling. It's the 4, yeah? Okay, let's ready? Go, yeah. And action. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. وبالأخير اختارت نور ستارز توجيه رسالة محبة وشكر لكل متابعينها اللي دائما كانوا جنبها خلال مسيرتها بأي خطوة تعملها. اوكي جايز، حبيت شارككم خلف كواليس اخر ميوزك فيديو، اللي هو من اكبر واضخم الاعمال اللي اشتغلتها بحياتي. اشتغلت عليه كتير وخليته السر، ما حكيت لكم عنه ابدا لانه كان كنت حابه افاجئكم يعني بشهر 12 بنهايه سنه 2020. كتير مبسوطه فيكم، بردود افعالكم، بكلامكم، بدعمكم. انا كتير بحبكم، وانا نور مثل ما بتعرفوني من اول يوم تعرفتوا علي في بنت عندها هدف وعندها حلم عم تشتغل لتحقيقه معكم انتم. فشو رأيكم بأغاني وفيديو كليبات نور ستارز، وأيهم الأفضل بالنسبة لإلكم؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.